مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. الموالح ليها وضع مهم جدا جدا في مصر. في وقت كان في ذبابه فاكهه، لسه لغايه دلوقتي الذبابه شويه مركزه في الموالح. في مصر الزراعيه كنا بنعمل برنامج الحقيقه، برضو انا كنت بتشرف ان انا بقدمه، هو كان اسمه طبقا للمواصفات، ولسه يمكن حتى بنعرض لحضراتكم مجموعه حلقات سابقه قبل كده. عملت حلقات كتير قوي قوي عن الموالح، وكنت بنزل مزارع كنت بشوف قد ايه ما شاء الله ما شاء الله انها على درجه عاليه جدا جدا من الامان، اللي تخلي دول كتير جدا جدا تتهافت انها تيجي تستورد من عندنا الموالح، مواصفات عاليه الدقه. ولكن كنت بصطدم بالواقع لما انزل واشوف السوق بقى والمنتج المصري، يعني الخاص بالمواطن المصري. احنا للاسف ممكن نقول ان احنا في بعض الاحيان بناكل درجه ثالثه، يعني في بعض الاحيان كانوا بيهتموا جدا جدا بالرش، وقد ايه ان الثمره تكون نقيه لدرجه كبيره، وبيهتموا بكل المواصفات الخاصه بالدول. في الحلقه دي او في الفقره دي هنتابع مع حضراتكم الموالح وصلت لغايه فين، هل الموسم ده موسم مختلف تماما في الموالح، ذبابه الفاكهه هل هي اثرت بدرجه كبيره في نسبه الصادرات. تفاصيل كتير جدا جدا هنعرفها من دكتور محمد سامي، استاذ متفرغ بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه، وايضا وكيل المعهد سابقا. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احنا متميزين لدرجه كبيره جدا في الموالح، ممكن نقول كده احنا متميزين فعلا في انتاج الموالح بين كل دول العالم، ويمكن بيرجع هذا التميز لجزء من الطبيعة. ربنا حبانا في مصر في فترة اكتمال نمو الثمار، في فرق عالي بين درجة حرارة الليل والنهار، وده من العوامل اللي بتؤدي إلى تحسين في صفات ثمرة الموالح. أضف إلى هذا أن البرامج البحثية الإرشادية لمزارعي الموالح من خلال معهد بحوث البساتين بتقدم للمزارع، سواء من خلال حضراتكم في قناة مصر الزراعية أو القنوات الأخرى، أو بتصنى المباشر للمزارعين من خلال برامج الإرشاد والتدريب الخاصة بالمعهد أو الخاصة بوزارة الزراعة. لقائنا بالمزارعين بنديله أفضل وأحدث الإرشادات اللي تؤدي إلى منتج عالي الكم والجودة. فده من أسباب تميز. ويمكن الناس اللي سافرت خارج مصر لما بتعرض موالح مصر جنب أي موالح لأي دولة تانية، موالحنا إحنا ليها طعم خاص ومذاق خاص والناس بتتهافت عليه. ده حقيقي. دكتور، يمكن الموالح جالها فترة كده كنا قلقانين شوية بسبب ذبابة الفاكهة، أنا مش هتكلم عنها كتير، ولكن هي برضو حاجة بتقلق مزارعي الموالح. مظبوط. الموسم ده هل الإصابة أقل ولا تقريبا نفس النسبة؟ إن شاء الله هتكون أقل. هو بس أنا عاوز أبين لحضرتك حاجة. حضرتك في المقدمه قلت ذبابه الفاكهه، وكان في سنوات قبل كده موجوده بصوره كبيره. هي ذبابه الفاكهه اسمها ذبابه فاكهه حوض البحر الابيض المتوسط، فهي تصيب معظم ثمار الفاكهه اللي بتنتج في 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 منطقه حوض البحر الابيض المتوسط، ومصر منها بتنتقل من ثمره لثمره، من ثمار الفاكهه متساقطه الاوراق الى ثمار الجوافه الى ثمار الموالح وهكذا. يمتد فتره الجيل بتاعها شويه في الشتاء، هي بيبقى نشاطها اقل في الشتاء، لكن هي موجوده الشهور كلها. ولكن لما يبقى فيه برنامج مكافحه متكامل من محصول للتاني، ده بيقلل كتير قوي من انتشارها، بالاضافه لان المزارع ينفذ التعليمات والارشادات اللي بنقولها له، حتى مش رش ولا حاجه، في بعض التعليمات الوقائيه او اللي تخلي الاصابه اقل، زي اقول له اجمع ثمار البرتقال المتساقطه، وهو غالبا بتبقى في الفتره دي نتيجه الاصابه بذبابه الفاكهه، وجمعها في شكاير البلاستيك اللي كان فيها الكيماوي، ويقفل وتكون الشكاره سليمه، ويقفلها كويس قوي ويحطها على المشايه في الشمس. درجة حرارة الشمس بتقتل مع قفل الشكارة أو الكيس دي، بتقتل كثير من يرقات ذبابة الفاكهة وغيرها من الحشرات، فبتقلل يعني أما بيبقى فيه تنفيذ للإرشادات جيد، برضه بنعمل على تقليل الإصابة بذبابة الفاكهة طبيعيا حتى بدون استخدام كيماويات.
طيب لو اتكلمنا عن الظروف المناخية والبيئية يا دكتور اللي ليها تأثير كبير جدا في التوسع في زراعة الموالح، ممكن نتكلم على أي تحديد؟ جمهورية مصر العربية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب تقريبا فيها موالح، ولكن بتنتشر او 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 في محافظات الوجه البحري بصفه خاصه هي اللي بتتميز بوجود مساحه. انا عندي في الموالح في مصر يمكن قاربت على نص مليون، انا عندي 460 الف فدان موالح، وهذا الرقم يمثل 32% من مساحه الفاكهه الاجماليه في مصر. انا بنتج 3.5 مليون طن ثمار موالح في السنه. مصر كلها فيها موالح، ولكن مناطق التركيز محافظات الوجه البحري زي محافظة البحيرة، محافظة الشرقية، محافظة المنوفية، محافظة الغربية، محافظة الدقهلية، الأليوية، يعني محافظات الوجه البحري. وفي الجزء التوسعي في الوجه البحري في ناحية الشرق وادي الملاك في مساحة كبيرة، وفي الجزء والناحية الغربية منطقة النبرية فيها جزء كبير مزروع موالح. الموالح في مصر زي ما بقول لحضرتك مناخ مصر بيسمح بان يبقى فيها زراعة، ولكن فيها زراعات موالح، ولكن في مناطق تفضل عن مناطق اخرى. فانا عندي الوجه البحري زي ما قلت لحضرتك بيلائموا البرتقال السكري، البرتقال ابو سره، لان البرتقال ابو سره بيحتاج نسبه عاليه من الرطوبه اثناء فتره نموه اكثر من اصناف اخرى تزرع في مثلا في محافظات الجنوب زي الجريفروت. الجريفروت والبرتقال الصيفي ممكن ازرعه في المناطق الجنوبيه. الليمون حساس للبروده اقدر ازرعه في المناطق اللي تبقى ما يتعرضش فيها للصقيع. لكن اقدر اتوسع في الموالح في مساحات كبيره جدا من مصر بشرط يبقى عندي تربه مناسبه لزراعه الموالح بمكوناتها ومصدر للري جيد، وصرف التربه يكون او صرف الارض يكون صرف مناسب. تمام. حضرتك شايف ان في انخفاض في نسبه زراعه الموالح في مصر في الفتره الاخيره؟ يعني تقصدي مساحات بتتقلع؟ يعني ما افتكرش ان في مساحات بتتقلع مؤثره، وانما قد تكون هناك بعض المساحات اللي بتتقلع في منطقه في ارض الوادي والدلتا، نظرا لان المزارع مزروعه من 90 سنه ومن 80 سنه، من سنوات طويله قوي، واتزرعت في وقت ما كانش فيه برنامج ارشادي للموالح. المزارعين مشكورين باجتهادهم، زرعهم وخدمهم، ما كانش فيه برنامج. دلوقتي ففي بعض المزارع، وده يمكن من اسباب انخفاض متوسط الانتاج في مصر. انا عندي 66% تقريبا ولا 65%، يعني تلتين زراعات الموالح في اراضي الوادي والدلتا. اراضي الوادي والدلتا اراضي قديمه زرعت فيها الموالح من سنوات طويله، الاشجار عمرها الانتاجي او يعني انتاجها قل قوي نظرا لعمرها الطويل، عمليات الخدمه اللي بدات بيها ما كانتش عمليات جيده، ما كانش عندي برنامج في مصر لانتخاب اصناف موالح واصول موالح خاليه من الامراض الفيروسيه. انا النهارده في مصر معهد بحوث البساتين في برنامج كامل بالتعاون مع معهد امراض نبات لانتاج شتلات خاليه من الامراض الفيروسيه. هذا الكلام ما كانش موجود، بالاضافه لان الحصر اللي بيجيبه زملائنا الافاضل من مديريات الزراعه احيانا بيحتوي على بعض المساحات التي لم تثمر، ما انتجتش. 100 فدان زرعهم من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها ولسه ما جابش انتاج، لكن يخش في بيدخله في المزروع، مزروع موالح، فيخش في المساحه الكليه فبيبقى متوسط الانتاج منخفض. لكن متوسط في عندي مزارع في خاصه في الاراضي الجديده بيصل الانتاج فيها ل 22 طن الفدان و25 طن الفدان، بالرغم ان متوسط العام للجمهوريه 10 طن الفدان. هل الموالح ليها عمليات خدمة معينة يا دكتور خاصة طبعًا بيها؟ طبعا كأي محصول. المحاصيل الفاكهة كلها بتحتاج عمليات خدمة خاصة بكل محصول. الموالح لو اتكلمنا عن عمليات الخدمة كاملة، ببدأ بنظافة الأرض وعزقها واستخدام السماد العضوي. هذا الكلام بيكون في شهر 12 ويناير في الشتاء. ببدأ بالخدمة العضوية، خاصة أنا يعني الخدمة عندنا بتنقسم قسمين: الزراعة الموجودة في الوادي والدلتا والزراعة الموجودة في الأراضي الحديثة. فلو اتكلمنا على الأراضي القديمة في ديسمبر ويناير زي ما بقول لحضرتك أنا بضيف السماد العضوي، وبيبقى يفضل استخدام الكمبوست
بمعدل 3-4 مقاطف لكل شجرة، مضافا إليه 5 كيلو مسحوق خامات معدنية. هذا الكلام بيتم دلوقتي في ديسمبر ويناير، ويتقلب كويس في الطرق في الارض، وبتخلص من الحشائش قبل اضافه هذه الكميات، وبروي. الكمبوست احيانا بعض المزارعين بيصعب انه يجيب الكمبوست وعنده لمؤاخذه مشروع انتاج حيواني وعنده مخلفات الانتاج الحيواني، فبيستخدم السماد البلدي. اذا استخدم السماد البلدي لابد ان يكون سماد بلدي قديم ومتحلل، وعشان ما يبقاش مصدر لعدوى الارض ببذور الحشائش او النيماتوده، لان السباخ البلدي لما بيتخزن في الشمس في الغيط، درجه الحراره بتقتل كثير من النيماتوده وتموت كثير من بذور الحشائش. وبستخدم السباخ البلدي بمعدل من 5-6 مقاطف للشجره، ومضاف اليهم كيلو كبريت زراعي وكيلو كيلو ونص سوبر فوسفات للشجرة، ونص كيلو سلفات نشادر. الخلطة دي بحطها في متناول جذر النبات على بعد 60-70 سنتي من ساق النبات، وبقلبها في التربة وبروي. ده في الخدمة الشتوية، فيها زي ما قلت لحضرتك السباخ البلدي والصور فوسفات، يعني عنصر فوسفور. ثم في منتصف فبراير تقريبا ببدأ أول دفعة من دفعات السماد الكيماوي الأزوتي، بحط 300 كيلو سلفات نشادر تقريبا، وبحط 100 كيلو سلفات بوتاسيوم للفدان. وبحب انبه اخواننا المزارعين في الفتره دي يفضل سلفات النشادر مش نطرات النشادر، عشان النطرات في هذه الفتره بيعقبها تزهير وعقد، والنطرات تؤدي الى تساقط بعض التزهير والعقد من الاشجار، فيفضل سلفات النشادر. هذا الكلام في نص فبراير، وبروي طبعا بعد إضافة هذه الأسمدة، وبعد الأرض ما تتحمل الحركة فيها، يعني حوالي أسبوع 10 أيام، أرش الأشجار بالعناصر الصغرى عشان يبقى البرنامج عندي متكامل. خدت العناصر الصغرى والكبرى، وبداية من شهر مارس أحط 25 كيلو سلفات مغنيسيوم لكل فدان. هذا الكلام دي الدفعة الأولى. في منتصف مايو بضيف دفعة أخرى من الأزوت حوالي 200 كيلو سلفات نشادر، وبعدين الدفعة الأخيرة أو الثالثة بتكون في أول أغسطس وآخر يوليو، ودي بتكون في الأزوت بمعدل مثل الأول 300 كيلو سلفات نشادر، أما سلفات البوتاسيوم بتزيد بتبقى 150 كيلو للفدان بدل 100 كيلو في الدفعة الأولانية، وبرضه 25 كيلو سلفات مغنيسيوم. ثم بعد الري أقوم بعملية الرش بالعناصر الصغرى، والعناصر الصغرى غالبا حديد وزنك ومنجنيز، احيانا بحط النحاس، واقول احيانا ليه. الحديد والزنك والمنجنيز بتستخدم في صوره مخلبيه بمعدل نص جرام من كل عنصر للتر الميه، والموتور 600 لتر ميه على بعضه، بضيف له 3 كيلو يوريا كتنشيط لعمليه الامتصاص. انا قلت في العناصر الصغرى حديد وزنك ومنجنيز، والنحاس بقول عليه تحفظ. لو غالبا بعد التقليم انا برش بماده نحاسيه زي اكس كلور النحاس علشان اطهر الاشجار، فبيبقى الاشجار اخذت كفايتها من النحاس، فمش لازم يضاف مع العناصر الصغرى الثلاثه. لكن لو ما كنتش رشيت، لو ما كنتش استخدمت حاجه فيها نحاس، ممكن استخدمه. ده تقريبا برنامج التسميد باختصار. هايل جدا. طيب يعني عايزين نتكلم بقى يا دكتور على كيفيه تعامل معهد بحوث البساتين في اي مشكله بتواجه مزارعي الموالح في مصر، بتتعامل مع المشاكل دي ازاي؟ احنا الحقيقه في المعهد بنستقبل الساده المزارعين كل ايام الاسبوع، وبيعرض عليا المشكله. اذا كانت هذه المشكله استطاع ان هو يوصلها لي، او جاب معاه بعض العينات النباتيه اللي باين عليها المشكله، فاحنا بنحل معاه المشكله من خلال المعهد. اما اذا كانت المشكله غير واضحه او ما قدرش يوصلها لي، فاحنا بنشكل فريق عمل من المعهد، واذا احتاجنا بعض الزملاء من معهد وقايه نبات او من معهد امراض نبات او من معهد الاراضي، فاحنا بنتصل بحضراتهم وبيشرفوا معانا، ونروح نزور المزارع في مزرعته ونحدد له سبب المشكله وكيفيه العلاج. تمام. لكن في مشكله معينه شايف يا دكتور انها مشكله مستعصيه شويه، يعني هتاخد وقت عقبال ما نحلها؟ في الموالح طبعا.
في مشكله كبيره قوي. زي ايه؟ في 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 محافظات الدلتا. ارتفاع مستوى الماء الارضي، الصرف او شبكه الصرف انشئت بعد الثوره من سنين طويله، من اكتر من 50 سنة ولا 60 سنة انشئت شبكه الصرف. شبكه الصرف في بعض في بعض المحافظات او بعض المناطق تم تجديد المصارف، وفي بعض المناطق تم صيانه المصارف، وفي مناطق لم تمتد يد الاصلاح الى المصارف فيها خالص. الدلتا كلها او معظم اراضي الدلتا مستوى الماء الارضي فيها ارتفع. الاشجار لابد ان يكون مستوى الماء الارضي فيها منخفض عن منطقه الجذور الماصه اللي هي بتقدر تمص الميه والعناصر الغذائيه من الارض، لان زياده الرطوبه في الارض بتمنع الجذور من الامتصاص، وبالتالي مهما كانت الخدمه نموذجيه والبرنامج ممتاز ما بيديش ثماره وما بيديش الناتج اللي المفروض انا متوقعه لما يكون في مستوى ماء ارض مرتفع. فالمفروض يبقى يعني من وجهه نظر الشخصيه واعتقد وجهه نظر الكثيرين، لابد من تحسين الصرف في منطقه الـ 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 الوادي والدلتا، بحيث يعني ينخفض مستوى الماء الارضي، وانخفاض مستوى يعني المزارع اللي بيتنبه لهذا وبيعمل مصارف تاني سنه مباشره يرتفع الانتاج عنده من 7 طن و10 طن الفدان الى 12 ثم 15، ويتزايد الانتاج بفضل او باثر تحسين الصرف. وفيه مشكله اخرى، كثير من المزارعين او بعض المزارعين ما بيلجاش للمشوره ويزرع كما يريد. المفروض ان احنا عندنا مناطق محدده لزراعه الاصناف بعينها. فلما يعني ياخد راي بعض الباحثين في المعهد ويعرف ان ونعرف ان في محافظه كذا، نقول له انت الافضل عندك تستخدم صنف ايه وعلى اصل ايه. تمام. فهذه الامور تؤدي ان شاء الله الى تحسين الانتاج في الموالح ان شاء الله. ماذا تامل يا دكتور في المستقبل للموالح داخل مصر؟ المستقبل مبشر جدا بالنسبه للموالح. شجره الموالح هي شجره تتحمل كثيرا عن اشجار الفاكهه الاخرى، وبالتالي كثير من المزارعين الذين لا يعملون بالزراعه او المنتجين الذين لا يعملون بالزراعه بتكون حديقه الموالح او مزرعه الموالح بالنسبه له هي افضل. صحيح. استثمار بالنسبه للمجال الزراعي. تمام دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتور محمد سامي، استاذ متفرغ بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعيه ووكيل المعهد سابقا، شكرا جزيلا يا دكتور. انا اللي بشكر حضرتك، وامل ان شاء الله في محصول جيد هذا العام، وامل في كل حاجة تبقى فوق الممتازة في مصر بفضل الله وناس مصر المخلصين يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، هو صحيح احنا ممكن نزرع شجرة موالح فوق السطح؟ لا. زي المواطن اللي عمل الموضوع ده في شجرة المانجا، صعب ان احنا نعمل كده؟ ولا المانجا تمشي؟ المانجا هتجيب له ثمرتين؟ لا. صعب. حضرتك لكن المحاولة عموما احنا على لا يعني المحاولة عموما ممكن تنفع؟ حضرتك تنفع شجرة وتعيش. وفي بعض اشجار موالح للزينة. حلو ده. تصلح لكن وفي شجره اسمها شجره الكمكوات، وده نوع من انواع الموالح بتبقى صغيره، حجمها صغير، هذا ممكن في برميل كبير او في 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 كونتينر اكبر شويه. انا بشكرك يا دكتور، وهي فعلا فكره كده حلوه. انا حابه احيي المواطن اللي زرع شجره مانجا فوق سطح البيت، فكره حلوه اننا كل مواطن يهتم جدا جدا باسطح او بسطح المنزل الخاص بيه، يعني نخليه بدل ما هو مكان للكراكيب والقمامه نخليه مظهر جميل ولائق جدا جدا بمصر. فقرتنا خلصت عن الموالح، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه بعد الفاصل.